باتل بيرست، تعال وانضم إلينا لتصبح البطل بيبي شوب دوم مول جدة من 5 حتى 10 مساء. سيتم إجراء الحدث على مدار 3 أيام، الخميس والجمعة والسبت. اليوم الأول 28 من نوفمبر تدريب ومباراة ودية. اليوم الثاني 29 من نوفمبر التأهيل توزيع الجوائز. اليوم الثالث 30 من نوفمبر تدريب ومباراة ودية. جوائز مميزة في انتظاركم فلا تفوتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شباب، أهلا وسهلا بكم قناة مانسترز بيبليت. أنا معكم عند نزال بين الألعاب اللي فتحناهم في المقاطع السابقة، وكان قاهرة قراصنة، هذا هو الأول. عدتوا لي اسم، أنا كنت ما أدري إيش قاعد أقول لي، بس المهم قاهرة قراصنة واسمه وحصان مجر. طبعا حنلعب بالأصفر لأنه هو طلع معه، إحنا بنجيب الأصفر فعشان كذا حنسويلكم حركة بالمونتاج. فهيا نبدأ. 3 كل ما يعرف انه حصان المجرة حيصير اصفر. لما نلعب مع هذا حيصير لونه اصفر. يلا نلعب جولة ثانية. 3 هذا مو راضي بالفاعل، هذا كمان خلاص صار مجرد مو راضي يا شباب. تصوير من هنا لازم يكون من فوق، بس الستاند حقه مو موجود. لازم وهذا نطلع حصان مجرد كذا 2-1 شباب. بس بتصير النقاط لين 5 نقاط. اوكي شباب، يعني نزام لين 5 نقاط، يعني 5 نقاط من المقطع. 3-1 طب اللي يحبوا معركة حدية قليلين جدا، فعشان كذا ما ابغى يعني ما راح انزل كثير، بس الاسبوع هذا تقريبا اغلب معركة حدية. والله مشكلة هذا مو راضي يثبت مريض سالفته. فيلا 3-1 الحين راح نلعب الحصان الثاني شباب، لان هذا ما ادري ايش فيه. والله قهوة خلاص الشباب حجد. فتقريبا هو ثالث النزال، فعشان ما يخرب النزال عشان صار مجرد كذا شوية ضعيف، نجيب لكم محطة من الصخر بعد هذا النزال. خلاص صار مجرد بكل بين. فيلا فاز مرة جولة ثانية. فاز كمان جولة. فاز قهر قواسنا. طبعا الفوز حيكون من 3 نقاط، والحين 2-1 نحطم. فاز المحطم الصخر في هذا المنزل. كنت برمي المهرجة غلط. كيف بيفوز معي بالحظ؟ لأنه أنا أشوف أقوى الصراحة شباب. فزي ما تشوفين شباب هذا اسمه اللي تحت الحلبة يتحرك دائما بسبب إن الحلبة قاعدة تتحرك، بسبب السقعات مرة قوية. فاعتبرون إذا يعني ما كانش
جاءت المقطع مرة طويل. اخر جول اما زي ما انتم شايفين في مقطع اليوم خسر القاهرة خلاص انه فغلب النزالات يعني قدر يفوز على الحصان كذا كم مرة الحصان كان يطلع بس انه خسر فرق بنزال فالحين نلعب لكم اخر يعني جوله اخر جوله بس جوله واحده بل ما هو جغاطب وقهر القواسم طبعا ما اتوقع ان احنا في حياتي ما بدي غاضب بس يعني هذه قبل يعني كيف فاز قهر القواسم فالقهر القواسم قد يفوز على مهرج غاضب قد يفوز على حصان وبس يعني بقي يخسر قدامه فبس لا تتركوا عندنا لا تنسوا لايك سبسكرايب وشير واكتبوا اشتراككم في نزال اليوم وصلنا للختام سلام.